بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى فيما قصه علينا سبحانه وتعالى من خبر شعيب عليه السلام، وأنه قال لقومه: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. من جملة ما قال شعيب عليه السلام لقومه محذرا إياهم من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه، قال لهم: إذا كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا لا تستعجلوا للعذاب حتى يحكم الله بيننا، فإن الله تبارك وتعالى سيحكم بيننا، سيحكم لأهل طاعته بالنجاة ولا شك، وسيحكم على أهل معصيته بالخيبة والخسران حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هؤلاء المجرمون متعجلون للعذاب، قال لهم: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا هو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا، الملأ الأشراف، كبراء الناس الذين يملؤون العين ويملؤون المكان ويملؤون الأرض. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، استكبروا عن الحق، تكبروا عليه ولم يقبلوه، من قومه، من قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، باللام المؤكدة والنون التوكيد، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. اعتزاز بأن هذه قريتهم وطنهم، وهؤلاء هم أيضا هم من أهل هذه القرية، هم أبناؤها ومنها، ولكن علو الكفر ويعني تكبر أهل الباطل على المستضعفين من أهل الحق، رأوا أن شعيب ضعيف والفئة التي معه فئة من الضعفاء والفقراء وأنها لا تستطيع مقاومتهم، وهؤلاء لا يعني يستطيعون أن يصبروا على من يخالفهم في 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 دينهم، فلذلك لم يحتملوهم وأصبحوا يروا أن بقائهم معهم يعني شيء فوق الاحتمال. فقالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. اختاروا بين أمرين، يعني خيروهم بين أمرين: إما أن تعودوا إلى ملتنا، إلى طريقتهم ودينهم واعتقادهم وتراثهم، وإما أن تخرجوا، أن نخرجكم من هذه القرية فلتذهبوا إلى يعني أي مكان تشاؤون. قال شعيب رادا لهم على هذا التحدي، وهذا تحدي للرسول لكنه لله الذي أرسل هذا النبي وخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال لهم شعيب: أولو كنا كارهين، أولو كنا كارهين لملتكم هذه، يعني نرغم عليها ونعود إليها ونحن نكرهها ونبغضها، هذا كفر. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم.
قد افترينا على الله كذبا. افتراء الكذب اختلاقه، يعني اختلقنا الكذب على الله تبارك وتعالى. إن عدنا في ملتكم، كيف نعود في هذه الملة التي تقوم على الشرك بالله تبارك وتعالى، وعلى هذا يعني الظلم للناس من تطفيف الكيل والميزان، ومن بخس الناس أشياءهم، ومن الصد عن سبيل الله. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وقد نجانا الله تبارك وتعالى منها بأن هدانا إلى الإيمان وإلى التقوى وإلى العدل والإحسان. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وهذا من شعيب عليه السلام تسليم للأمر إلى الله تبارك وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يعني إذا كانت مشيئة الرب سبحانه وتعالى أن يكون ثمت يعني خذلان لنا ورجوع عن الحق، هذا كله الأمر هو بيد الله تبارك وتعالى وليس بأيديكم. هذا تسليم للرب الإله، وأن أمر الخلق كله بيديه، وأنهم مسلمون ومسلمون لأمر الله تبارك وتعالى. قال: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فجعل المشيئة كلها لله تبارك وتعالى. وسع ربنا كل شيء علما، أي أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن علمه شيء، فوسع علمه كل شيء، فكل هذه المخلوقات في علم الله تبارك وتعالى، لا يعزب عن الله تبارك وتعالى شيء منها. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، على الله لا على غيره توكلنا. التوكل تسليم الأمر له سبحانه وتعالى، وجعل كل النتائج له، يبذل ما يعني بذلنا الأسباب التي يعني أمرنا بها من الصبر والثبات، وجعلنا كل يعني النتائج كلها لله تبارك وتعالى. على الله توكلنا، سلمنا أمورنا كلها لله تبارك وتعالى لا إلى غيره. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. توجه من شعيب عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى، قال ربنا، يعني يا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. الفتح هو الحكم. افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، خير الحاكمين. وقد جاء الفتح بمعنى الحكم في قول الله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم. وذلك عندما قام أبو جهل يوم بدر فقال: اللهم أقطعنا للرحم وأبغضنا عندك وآتانا بما لم يعرف فأحنه الغداة، يدعو عليه أو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويظن أن قال يعني يا رب أقطعنا الذي أكثرنا قطعا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأحنه الغداة. فربنا سبحانه وتعالى قال: إن تستفتحوا، قال للكفر إن تستفتحوا تطلبوا حكم الله تبارك وتعالى فقد جاءكم الفتح، جاءكم حكمه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أعز رسوله ونصره وأهلك هؤلاء الكفار. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا يعني إلى حرب الرسول وحرب الإسلام نعود بأن يعني نقسم ظهوركم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم طبعا هذا تسليم الأمر لله عز وجل، وجعل الأمر هنا يعني بعد هذا التهديد والوعيد من الكفار، جعل شعيب أمره بيد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذه كذلك بقى صورة من صور يعني التهديد والوعيد للفئة المستضعفة التي آمنت مع شعيب. وقال الملأ، كبراء الناس وأشرافهم الذين كفروا من قومه، من قوم شعيب، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون.
يقولون لأهل الإيمان لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، طبعا يعني بالخسران هنا أنهم سيخسرون وطنهم وأرضهم وأنهم يعني سيطردون من هنا وتكون الخسارة عليهم، وهذا تهديد لهذه الفئة المنصرفة. قال جل وعلا فأخذتهم الرجفة، وهذا جاء بعد هذا مباشرة، كأنهم لما قالوا هذا القول خلاص هددوا الرسول، هددوا هؤلاء المؤمنين، توعدوا هؤلاء. قال جل وعلا طبعا هنا قفلوا الطريق على يعني أنفسهم ووضعوا الرسول في موضع التحدي، هو والذين آمنوا معه، ولم يجدوا ولم يجعلوا لهم خيار، إما أن يرجعوا إلى يعني دينهم الكافر، وإما أن يخرجوهم وأن ينزلوا بهم بأسهم وبطشهم. قال جل وعلا على طول بعد قولهم هذا، بعد قولهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة، والأخذ الإهلاك، والرجفة الهزة الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأصبحوا يعني هؤلاء أهل مدين في دارهم جاثمين، جاثم على الأرض يعني ساقط عليها بفعل الصاعقة التي يعني كانت، وكذلك بملك من ملائكة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الله أكبر، إعلان وإخبار من الله تبارك وتعالى، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. غنى بالمكان بمعنى أنه زاد ونمى وحيا وازدهر، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يكونوا على ظهر هذه الأرض وملؤها يفلحون ويزرعون ويرعون ويضحكون ويمرحون، وتسمى المراتع مغاني، المغاني المكان الذي يعني يغنى فيه الناس، يظهرون فيه فرحهم وسرورهم وحبورهم. كأن لم يغنوا فيها، لم يكثروا ولم ينموا ولم يضحكوا ولم يعني يحيوا الحياة الرغيدة الهانية، ما كأنه مضى عليهم شيء من ذلك بعد أن أخذتهم الرجفة كلهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، في هذه الأرض الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هذا حكم الله بهذه، هذا حكم الله، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هذا رد على أولئك المجرمين الذين قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. انظر من الذي كان خاسرا، ليس هؤلاء الكفار المتغطرسين الذين ظنوا أن إرادتهم هي السائرة وأن الله لا شأن له هنا ولا مكان له على هذه الأرض. فالله تبارك وتعالى يقول الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا، أعاد الله تبارك وتعالى هذا الأمر لتأكيد هذا في رد الله تبارك وتعالى على مقالة أولئك المجرمين لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخبر سبحانه وتعالى أن الذين اتبعوا شعيب هم الذين قد غنموا وفازوا، وأولئك هم الذين استأصلهم الله تبارك وتعالى. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين وليس المؤمنون. قال جل وعلا فتولى عنهم، طبعا تولي شعيب عليه السلام كان قبل هذا الهلاك، بعد أن أمره الله لما قالوا يعني وقفوهم هذا، فإن شعيب أمره الله تبارك وتعالى أن يخرج من القرية هو والذين آمنوا معهم. قال جل وعلا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. ناداهم وهو مول عنهم وخارج، ويعلم مصيرهم ويعلم ما سينزله الله تبارك وتعالى بهم. قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، وصلت الرسالة، أبلغتكم إياها، أوصلتها لكم من يد رسالات ربي، وذلك أنها متكررة متكاثرة، ونصحت لكم لم أغشكم، يعني كنت مخلصا في كلامي وفي إبلاغ رسالة الله تبارك وتعالى لكم، فكيف آسى على قوم كافرين.
سؤال لبيان الاستبعاد، كيف آسى؟ الأسى هو الحزن، الحزن والبؤس. كيف يقول كيف آسى؟ آسى على قوم كافرين، قوم كفروا بالله تبارك وتعالى وعاندوا هذا العناد وقفلوا الباب على أنفسهم وخيروا رسولهم والمؤمنين، إما الكفر والعودة إلى دينهم وإما الإخراج من الأرض. فكان الأمر على هذا النحو، يقول لهم كيف أتأسف وأحزن على قوم كافرين أن يأخذهم الله تبارك وتعالى ويأتيهم العذاب على هذا النحو. هذه صفحة أخرى من صفحات الأقوام. ثم يعقب الله تبارك وتعالى بعد هذه الصفحات نوح وقومه وهود وكذلك قومه وصالح وقومه ولوط وقومه وشعيب وقومه. قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هذه كذلك مما عالج الله تبارك وتعالى به، يعني هذه الأقوام، أن الله تبارك وتعالى يعني دعاهم لسلوك الحق بكل سبيل لعلهم أن يرعوا وأن يتخذوا طريقهم إلى الله عز وجل. قال الله: وما أرسلنا في قرية من نبي. أي قرية أرسل الله تبارك وتعالى فيها نبيا؟ وما أرسلنا في قرية من القرى من نبي، يعني كل نبي، هذا تأكيد النفي، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أخذنا أهلها بالبأساء، بأساء الشدة، كنقص الأموال، الثمرات، تسليط بعض الأعداء آفة، والضراء الضر، أمراض، حتى لعلهم يضرعون، يضرعون يتذللون لربهم سبحانه وتعالى. يعلم أن هناك رب يعاقب بعض هذه العقوبة، يعلموا أن هذا الأمر أمر الأرض وأنفسهم ليست بأيديهم، وأنهم ليسوا متحكمون في هذه الأرض، هناك قوة أكبر منهم ورب فوقهم ممكن أن يعاقبهم. فأخذهم الله تبارك وتعالى ببعض أنواع هذه الشدة لعلهم يضرعون إلى خالقهم، يعرفوا إلههم ومولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفر. بعد هذه السيئة، الأمر السيء هذا الذي يأخذهم الله تبارك وتعالى به، يبدلها بحسنة، بأن يعافيهم من أمراضهم، بأن يمرع مرابعهم، ينزل عليهم خيرات الله تبارك وتعالى من الأمطار والزراعات والصحة والمعافاة. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا زادوا ونموا وكثروا، وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. سبحان الله، لم يستفيدوا لا بهذا ولا بهذا، لم يستفيدوا بأخذ الله لهم بالشدة ولا بإغداق النعم عليهم، لم ينسبوا هذا لله ولا هذا لله، وإنما نسبوا هذا لغيره سبحانه وتعالى. فقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني أن هذه شيمة الدهر وشيمة الحياة، يوم لك ويوم عليك، وهذه حال الدنيا، جعلوها حال الدنيا مطبوعة عليها، وليس هناك إله يدبر الأمر ولا يأخذ بالشدة أحيانا عباده بالشدة أحيانا ليذكرهم، ولا ينعم عليهم أحيانا حتى يتذكروا ويشكروا، لا، وإنما نسبوا الأعمال هذه إلى الدهر وتصرفاته، وأن هذا الأمر قد كان في آبائهم كذلك، وأن هذا ليس بغريب في الأمر. قالوا: قد مس آباءنا الضراء ضر، والسراء ما يسر من الخير. قال جل وعلا: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. لما لم يستفيدوا بدرس، لا بدرس الشدة ولا بدرس النعمة، ولم يستجيبوا للرسل، ولم ينفع معهم أي تذكير، فعند ذلك لم يبقى إلا الإهلاك. قال جل وعلا: فأخذناهم، أخذ هنا أخذ العذاب
بغتة فجأة، أتاهم العذاب فجأة دون إنذار وهم لا يشعرون، لا يشعرون بمجيئه، يعني لا يشعرون بمجيء هذا العذاب، بل يأتيهم مفاجئا لهم، إما وهم يعني نائمون أو هم قائلون في استرخائهم في لهوهم في مرحهم، يأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى فيستأصلهم، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يخبر سبحانه وتعالى أن أهلها، ولو أن أهل القرى يعني هذه القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى آمنوا واتقوا، آمنوا بالله تبارك وتعالى واتقوا عقوبته سبحانه وتعالى، جعلوا وقاية بينهم وبين يعني عذاب الله تبارك وتعالى بأن أطاعوه واجتنبوا المحارم التي نهاهم الله تبارك وتعالى عنها. ولو هذه معنى التقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحنا عليهم بركات، البركات الزيادة، زيادة الخير ونماؤه من السماء كالمطر، والأرض زراعات والخير العميم الذي يأتيهم، بركات من السماء والأرض. قال جل وعلا: ولكن كذبوا، ولكن كذبوا الرسل والرسالات، كلما يأتيهم رسول يكذبوه ويرفضوا رسالة الله. قال جل وعلا: فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأخذناهم أخذ العذاب بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم هذا الخبيث، كسبهم الباطل من الكفر والعناد، أخذهم الله تبارك وتعالى به. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد هذا الخطاب، إلى الأحياء، إلى من أنزل إليهم القرآن، فقال جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ سؤال للتأنيب والتقريع والتوجيه كذلك إلى يعني التفكر والعظة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هل أمنوا هذا؟ عندهم صك عهد من الله تبارك وتعالى بأنه لن يأتيهم عذاب وهم على هذه الحال؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، بأس الله الشدة التي أخذهم بها، عذاب صاعقة، أمر يزيلهم الله تبارك وتعالى به من وجه هذه الأرض، بأسنا بياتا، بياتا وهم نائمون. البيات الهلاك حال النوم في المبيت، وهم نائمون، نائم مسترخي ناسي كل شيء، فيأتيه عذاب الله وهو على هذا الحال. وهذا أمر شديد فظيع. أو آمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ وهل أمن كذلك أهل القرى، أهل القرى أهل المدائن، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل القرى، أرسل إلى في أم القرى مكة لينذر كل قرى العالم وكل أمم الأرض. أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ وقت الضحى ما بعد شروق الشمس وارتفاعها إلى الظهيرة، وهذا وقت النشاط والجد والعمل واللعب. أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ ولا يستطيعون لا في هذه تلك الحالة ولا في هذه الحالة أن يردوا بأس الله تبارك وتعالى، بل أن يعلموا أصلا يعني إن كان سيأتيهم بأس الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا، سؤال كذلك للتقريع والتوبيخ. أفأمنوا مكر الله، مكر الله تبارك وتعالى، أصل المكر هو إيصال الضر بطريق خفي، فمن أو أرسل ضره إلى الغير بطريق خفي لا يعرفه، كمن يظهر لعدوه المودة والمسرة ثم بعد ذلك يفاجئه فيغتال أو يقتل، فنقول مكر به لأنه أظهر له أنه يحبه ويوده ثم أخذ به. والمكر منه سيء، وهو المكر بأهل الخير والإحسان، بمن لا يعني إيصال الضر بمن لا يستحق أن يوصل له الضر.
وكذلك فيه مكر حسن وهو إيصال الضر بالمجرمين. فأهل الإجرام إذا وصلهم يعني الضر ووصلهم الكيد بطريق خفي لا يعلمونه، هذا من الأمر الحسن. والرب تبارك وتعالى يعني إذ وصف عقوبته لأهل هؤلاء المكر بهذا، إنما هو من مدح الرب تبارك وتعالى، صفة مدح في أنه يوصل عقوبته سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الأشرار بطريق لا يعلمونه، بطريق خفي. فقد يظهر لهم الله تبارك وتعالى من النعم ويفتح لهم من الخيرات ما يظنون به، ما يظنون به أن الله يحبهم وأنه يودهم وأنه لولا أنه يحبهم ما أغدق عليهم هذه النعم، ثم يأخذهم الله تبارك وتعالى فجأة. قال أفأمنوا مكر الله، يعني أن يرسل الله تبارك وتعالى لهم عقوبته حال كونهم يظنون أن الله يحبهم ويؤيدهم ويريدهم بكثرة إنعامه وإفضاله عليهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن هذه العقوبة أن تأتي به كذا إلا القوم الخاسرون الذين يخسرون كل شيء، وهؤلاء هم الكفار المعاندون الذين يكونون على الكفر والعناد، وهم يعني عندما يروا نعمة الله تبارك وتعالى يظنون أنهم على الحق والصواب. ثم قال جل وعلا أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع ولا قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد، يهدي لهم يعني يكون هذا هداية لهم، نور، بصيرة، ينتبهوا لهذا الأمر. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، ناس ورثوا الأرض من بعد أهلها وأهلها هؤلاء قد كانوا فيها قائمين ثم أهلكهم الله تبارك وتعالى واستأصلهم. يقول هذا هلاك هذه الأمم السابقة، ما يكون هذا بصيرة للذين يأتون من بعدهم، إنه انظروا أسلافنا الذين عاشوا في هذه الأرض كيف أهلكهم الله تبارك وتعالى لما تركوا طريق الرب جل وعلا. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يعني ما يقولوا أن احنا لو فعلنا مثل ما فعل أولئك الأسلاف وقع بنا ما وقع بهم، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، قال جل وعلا ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهنا بين الله تبارك وتعالى السر في أن هؤلاء الأحياء على هذه الأرض الذين ورثوها من بعد أهلها الهالكين وأنهم لم يتعظوا بمصارع الغابرين، أن الله تبارك وتعالى طبع على قلوبهم. والطبع هو قفلها ثم ختمها والطبع عليها حتى لا تفتح، فلا تفتح لهداية. والذي يفعل هذا الله سبحانه وتعالى عقوبة من عنده لهؤلاء المجرمين. قال جل وعلا ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فمهما ذكروا، ذكرتهم الرسل وأخبرتهم وقالت لهم، وكأنهم لا يسمعون شيء، وبالتالي لا يصل قلوب ولا يصل قلوبهم شيء من يعني هذه الذكرى من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نقف إن شاء الله هنا ونكمل معاني هاتين الآيتين في ختام هذا الفاصل في الحلقة الآتية إن شاء الله. صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.